السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ مرحبا بكم بخير. انا ريمون صبري، وان شاء الله في هذا الفيديو طبعا ده موجه اكتر للناس المهتمه بامازون كيندل والكالرنج بوك او كتب التلوين. وان شاء الله في هذا الفيديو باستخدام كانفا المجاني ننفع نحول بقى الصور يا فندم الملونه الى صور ابيض واسود او صور سكتش او صور من الاخر قابله للتلوين تستخدمها حضرتك في كتب التلوين الخاصه بيك وتلفحها بقى على امازون كي دي بي، تمام؟ وبشكل بسيط جدا وزي ما اتفقنا باستخدام كانفا الفري بلان او الخطه المجانيه. حلو جدا. بقى نيجي على طول بقى بشكل سريع جدا. انت هتيجي مثلا تيجي على الفوتوز، تمام؟ وانت مثلا حابب تعمل وليكن كتاب خاص باليونيكورن، يونيكورن كالرينج بوك، فانت بتبحث ممكن هنا على يونيكورن وممكن تختار بقى اي صوره. طبعا لو انت بتشتغل بالخطه المجانيه فطبعا تاخد اي صوره انت فري. فانا هشتغل معاكم بشكل سريع كحاجه كده بس تمثيليه او كمثال يعني، تمام؟ وهختار مثلا تلك الصوره زي الفل كده يا فندم. جاست كده هدوس على الصوره دي، تظهر بقى فوق يا فندم اهو في الاعلى في بعض الاوبشنز او بعض الاختيارات الخاصه بالتعديل على تلك الصوره، فاختار الافكتس او المؤثرات او التاثيرات. هدوس على افكتس، تفتح معايا بقى هنا في اليسار بعض الاوبشنز المختلفه. فانا يا فندم هختار حاجه اسمها الجليتش دي، تمام؟ واحده واحده بس جليتش. وهاجي بقى على تات واحده اللي اسمها تريس، تمام؟ وهضغط عليها بخطين كده صغيرين وهفتحها يا فندم كده بهذا المنظر، وهعمل بقى ايه، اسحب الاماونت ده للاخر كده والكلرايز ده طبعا هي خاصه بالتلوين. واحد بصوا شايفين اهو بس كده، هو طبعا بقى ابيض واسود هنا يا فندم. هنا ممكن بالباور انت ممكن تظبط بقى ايه وتعدل في قوه اللون الاسود، ممكن او لون داكن شويه. هنا البرايتنس طبعا ده شده اللون يعني خاصه بشده اللون، فهو زي كده. انت عايز تخلي طبعا مفيش اي حاجه فيها بلاك، وهنا ممكن تخلي هنا ظاهره في حاجه خاصه بالديل او الهير زي ما احنا شايفين اهو باللون الاسود. ظبط انت مع الباور وهكذا، تمام كده خلصت. دوس ابلاي، وبكده عندك يا فندم الصوره جاهزه لانك ترفعها على كتابك الخاص بالتلوين اليونيكورن، تمام؟ ناخد برضو مثال تاني برضو سريع جدا. لو انا مثلا هشتغل على حاجه خاصه ب من بيكسابي مثلا، هنزل برضو في كانفا وهاجي على مور واختار يا فندم هشتغل على بيكسابي، تمام؟ وهبحث مثلا عن حاجه خاصه بالتراكس، يعني هعمل كلرنج بوك خاص بموضوع الشاحنات الثقيله يعني، سواء كونستراكشن او مانستر او اي حاجه زي ما احنا شايفين اهو. فانا ممكن هاخد اي عربية من تلك العربيات دي مثلا وأحاول أخليها وأحاول أحولها إلى لون أبيض وأسود أو قابل للتلوين أستخدمها عندي في الكالرنج بوك. زي ما اتفقنا نيجي على الصورة، تظهر لنا بقى الأوبشنز اللي فوق دي، أختار إفكتس، تمام؟ وهنزل تحت يا فندم كده لغاية الإفكت أو المؤثر اللي اسمه جليتش، تمام؟ وهختار رقم 3 اللي هي تريس. دوسه بس صغيره جدا بس كده، وهيجي على العلامات التلات علامات دول دوس عليها، ونفس الفكره زي ما اتفقنا الاماونت نخليه كده للصفر، الكالرايز نشيل الالوان اللي اصفر ورمادي ده. واللعب بقى عندنا بقى في البرايتنس وفي الباور. فطبعا هنا بقى ممكن في البرايتنس عشان زي ما حضراتكم شايفين اهو، طبعا انت عايز طبعا ايه الباور نفسه يقل شويه نظبطها. فانت بقى طبعا تعدل انت بقى يا فندم في الصوره كما انت تشاء وهكذا، شايفين اهو تلعب انت بقى في الصوره زي ما انت عايز. شوف انت الحد المناسب اللي انت ممكن تستخدمها كصوره قابله للتلوين طبعا لطفل عنده 8 سنين 4 سنين وهكذا. فطبعا ده بجد حاجه محترمه جدا، وطبعا في طرق متعدده طبعا للموضوع الخاص اللي انت تخلي الصوره مثلا ملونه الى صور ابيض واسود زي ما عملناها، لكن طبعا دي تركه كده جميله جدا بس في كانفا. اتمنى طبعا يكون تنال اعجابكم، ولو في بجد الفيديو ده عجبك اتمنى تعملوا لايك وتعملوا بقى شير لاصحابك اللي بيشتغلوا برضه على امازون كي دي بي عشان يستفادوا في الكالرنج بوك وتحويل الصور دي الى صور ابيض واسود او صور سكتش. وبكده خلص فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، ومع السلامه.